اختتم المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبوع الوطني للشباب الفلسطيني في دورته الثانية تحت شعار لنا القدس والحرية لأسرى الحرية. وقد شهدت مختلف المدن الفلسطينية فعاليات مختلفة بهذا الأسبوع والذي يتزامن مع ذكرى استشهاد القائد أبو عمار. وعن أسبوع الشباب الوطني في مدينة القدس نستضيف منتصر الكيدك الناشط الشبابي. يسعد صباحك. صباح الخير. كيف الصحة؟ الحمد لله تمام. نتحدث عن مؤتمر وطني للشباب في دورته الثانية والذي يتزامن مع استشهاد القائد أبو عمار. هناك فعاليات عدة في مختلف المحافظات الفلسطينية، ولكن ما هي أهم الفعاليات التي حصلت في محافظة مدينة القدس؟ وعلى طبعا مع أنه في هناك ضغوطات وتنغيصات حول إحياء هذه الذكرى. أوكي، يعني في البداية صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين عبر قناة فلسطين. تحية خاصة لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، اللي أسبوع الشباب أيضا هو كان بعنوان لهم الحرية لأسرى الحرية. وأيضا تحية لجميع أهالينا في القدس الصامدين، اللي هو أيضا الأسبوع الوطني للشباب كان يحمل عنوان كبير اللي هو الحرية للقدس ولنا القدس. وتأكيد أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية. يعني أسبوع الشباب هو كان في كوكبة من الفعاليات والنشاطات. انطلقت هاي النشاطات من معرض المصور، المعرض الكامل اللي بيحمل صور وأرشفة للأحداث للرئيس الراحل ياسر عرفات في جمعية الجالية الإفريقية في القدس في البلدة القديمة. وأيضا كان هناك معرض بيقدم صور للشهيد وبيقدم للحياة الاجتماعية في مدينة القدس في جمعية البلدة القديمة، شباب البلدة القديمة. بنفس اليوم أيضا كان في قطف للزيتون في ساحات المسجد الأقصى، في باحات المسجد الأقصى المبارك. وفي نهاية النهار اللي هو اليوم الأول من أحداث الأسبوع كان في وقفة الشموع على درجات باب العمود مع صور الرئيس الراحل ياسر عرفات وإنارة الشموع. هذا كان بشكل عام اليوم الأول من فعاليات في مدينة القدس. أكيد بدي أكد أنه جميع النشاطات نظمت بالتعاون وبإشراف محافظة القدس، وايضا بشراكه مع سلسله من المؤسسات في مدينه القدس، منها الجاليه، شباب بلد القديمه، بكل تاكيد مديريه التربيه والتعليم في مدينه القدس. بنوجه لهم تحيه اللي كان لهم دور كبير ايضا في هذه الفعاليات. جمعيه بمشاركه عدد من المدارس في مدينه القدس. أكيد. في هذه الفعاليات يعني كل المدارس كان لها دور، شاركت اما في قطف زيتون، اما في فعاليات، اما في نشاطات. وراح تنظيف ساحات المسجد الاقصى رائعه كانت. نعم، ايضا بدي اكمل، يعني من المؤسسات كان عدد كبير، منها الانديه، منها زي ما حكيت برج اللخلق، منها المؤسسات داخل البلده القديمه. فيعني تحيه للجميع اول شيء لكل اللي ساهم في هذا العمل. اليوم الثاني كان في عندنا فعاليات اللي هي التيلي ماتش والفعاليات المفتوحه، كان نظمت في ارض برج اللخلق بعمل وعطاء كبير من برلمان شباب القدس اللي هو مؤسسه جذور ايضا. نعم. ومن خلال مديريه التربيه والتعليم اللي نسقت مع مدارس الفتيات، كان لنا 11 مدرسة فتيات، تقريبا 120 فتاة كانوا موجودين في الأرض. استمر المنافسات بين المدارس لمدة ساعتين، وبوجود مجموعة كشفية افتتحت هذا النشاط. يعني نشاط حاشد كان له صور بنفس الوقت، يعني تم توثيقه. اليوم الثالث من الفعاليات كان في عندنا تنظيف مقبرة مأمن الله. نعم. لا، مقبرة اللي هي مقبرة اليوسفية. نعم. تم تنظيفها، كان عمل تطوعي أيضا لطلاب المدارس في مدينة القدس ومن خلال المحافظة ومديرية القدس للتربية والتعليم. أيضا خارج الجدار، مش بس فقط في القدس، بنحكي حدود محافظة القدس الكاملة، كان في عندنا بطولة لتنس الطاولة موجودة في بير نبالة. نعم. مدارس بير نبالة نظمت في هذه المنطقة لجميع محافظة القدس لإحياء المنطقة أيضا وتأكيد التواجد الفلسطيني وتأكيد أن هذه ضمن إطار محافظة القدس. كان عندنا كمان امبارح بطولة للمعلمين والمعلمات أيضا في عناتة لكرة الطائرة. يعني هاي جملة من الفعاليات بشكل سريع. امبارح في الحفل الختامي، الحفل المركزي للفعاليات، كان ايضا تواجد كبير ومشاركه كبيره من قبل يعني نقول فرق الدبكه وايضا مدارس مدينه القدس، اللي فتيات مدرسه دار الطفل قاموا بلوحه رائعه. نعم. يعني كانت اكثر شيء مميز بهذا الحفل. صحيح. المركزي لوحه فتيات دار الطفل. وايضا كان عروض اربع فرق دبكه من القدس، منها فرقه الفن. نعم. منها فرقة دار الطفل اللي هي يعني مجموعة. نعم. من الفرق، أربع فرق شاركوا وقدموا عروض كاملة. بديش أنسى أسم من الفرق عشان هيك قلت أربع فرق بشكل سريع. يعني كان تدخل ونشاط واضح
من جميع المؤسسات المقدسية بأسبوع الوطني للشباب لتأكيد أن القدس لنا ضمن الأسبوع الوطني للشباب. يعني هل تعتقد أن هذا ما يميز الدورة هذه عن الدورة السابقة وتكاتف الجهود، أم برأيك شو هو بيميز كان هذه الفعاليات بالأسبوع الوطني للشباب في محافظة القدس؟ يعني أنا كمان مرة بقول لما يكون في مرجعية النشاط بنجح. في هاي الدورة محافظة القدس حملت على عاتقها أنه هي تنظم وتشارك في التنظيم وتشرف على جميع الفعاليات. هذا الاشي كان مميز صراحة، لأنه وجود الجسم الرئيسي اللي هو بتولى عاتقه المهام بوزعها على المؤسسات القاعدية الموجودة والمؤسسات المجتمعية بنجح العمل. صحيح. فالجميل هاي المرة كان في مؤسسة رائدة مرجعية. تم توزيع العمل على كافة المؤسسات، هناك تعاون كبير من كافة المؤسسات في القدس. يعني كان اشي رائع. أيضا بدي أحكي لدور جامعة القدس، يعني ما بدي أنسى حدا صراحة، ولكن جامعة القدس كان لها دور مميز من خلال المتطوعين اللي شاركوا في العديد من الفعاليات. لما كان تنظيم الفعاليات الماتش في برج اللخلق كان في 12 متطوع من جامعة القدس أشرفوا على جميع الفعاليات. يعني الجميل هو تكاتف الجهود، اشتغلنا كلياتنا مع بعض كمؤسسات مقدسية، حاولنا ننقل الصورة أنه القدس لنا. أسبوع الوطني للشباب هو لتأكيد أن القدس عاصمة فلسطين، ونحن نأكد أن القدس عاصمة فلسطين. شيء جميل. أيضا بالانتقال إلى موضوع آخر، شارك العديد من الوفود العربية والأجنبية في خاصة في الحفل الختامي بالأمس بأسبوع الوطني للشباب، منهم كان اليابانيين والمصريين وعدد آخر من الوفود. ما هي الرسالة التي استطاع أسبوع الوطني للشباب الفلسطيني أن يوصلها لهذه الوفود، وهل وصلت إليهم فعلا أم لا؟ يعني دعيني أقول بأن الأسبوع الوطني للشباب هو بصادف ذكرى يعني مهمة بتاريخ الشعب الفلسطيني، هي ذكرى رحيل القائد ياسر عرفات. هاي الذكرى كان في دور مميز من المجلس الأعلى للشباب والرياضة أنه ينظم أحداث الأسبوع الوطني للشباب في هاي الذكرى. هي أجمل طريقة لإحياء ذكرى وفاة الراحل ياسر عرفات. طبعا. هي أجمل يعني صورة نوصل رسالة للعالم أنه هذا القائد الوطني، قائد التحرر، هي فكرة رائدة. نعم. لا شك طبعا. اللي كان عنده رسالة تحررية للشعب الفلسطيني وقدر أنه هو يجعل نواة للشعب في أرض بلده ينطلق منها بأفكاره الأيديولوجية اللي ما حدش كان يتوقعها. هو كان عنده رسالة ممكن هي ما تنفذت هلأ في الأرض، ولكن هو كان عنده رسالة مميزة أنه دخل الشعب الفلسطيني، وكان يحلم بأنه انتشاره يكون هو أكبر مقاومة. فإحنا بنقول هذا الأسبوع الوطني للشباب هو إن شاء الله وصل هاي الرسالة، انتشار الفعاليات في القدس، انتشار الشباب في كل المحافظات من نابلس لجنين لطول كرم. امبارح كان في سباقات الضحية وين ما كان. نعم. حتى في القدس كان بعض الفعاليات، يعني منها في دار الأيتام كان في فعاليات أيضا لطلبة المدرسة دار الأيتام الصناعية، برضو بدي أذكرها. في بعض المدارس في الضواحي أيضا كان الشباب لبسوا البلاز وركضوا بجانب الجدار. يعني كانت رسالة واضحة، الكل يتفاعل مع الحدث. فإحنا هذه الرسالة نوصلها، بدنا نتفاعل مع الحدث لأجل القدس، لذكرى رحيل القائد ياسر عرفات، وأيضا لأجل أسران البواسل في سجون الاحتلال اللي لهم دائما تحية كبيرة ولهم دائما ذكرى في 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 كل زوايا عقولنا وفي حتى مصطبات الروح عنا. نعم. إنه هم أيضا أهم جزء بقضيتنا الفلسطينية. منتصر، بالدورة الفائتة هناك عدة انتقادات وجهت لأسبوع الوطني للشباب الفلسطيني، من ضمنها أنه عدم ظهور الشباب في عملية التحضير وفي عملية التنسيق لهي الفعاليات والتحضير لها. هل اختلف هذا العام عن العام السابق أم لا؟ يعني دعيني أقول بأنه المجلس الأعلى للشباب والرياضة في هذا الوقت، يعني إحنا اطلاع على الشغل اللي هو بيقوم فيه في السنة الأخيرة، كان إحياء كامل للمجلس. نعم. يعني تفعيل كامل للمجلس، ضخ الروح الشبابية في المجلس. نعم. وإدخال العديد من الموظفين الجداد أيضا لإدارة مرافق. جميل. بدنا نقول دوائر المجلس. هذا الإشي مميز. أكيد اللواء جبرين رجوب هو هلأ بيعمل على أنه دائما يطور موضوع الشباب، ولكن بدي أقول شغلة، لازم الشباب يكون لهم بصمة أكبر. نعم. هم مش يعني فيش حد بيشتغل بيغلطش، اللي بيشتغل إلا يغلط، ولكنه بيشتغل، فكل الاحترام للي بيشتغل. ولكن إحنا دائما بنطالب وبنقول لازم يكون دور أكبر للشباب. يعني منتدى شارك الشباب أيضا ضمن هذا الأسبوع كانوا فعاليات مميزة في الأغوار، وكان كلها بدور الشباب. الشباب عملوا ملعب للأطفال، الشباب استطاعوا أنه ياخدوا موافقة على بناء غرفة لفعاليات للشباب. وكلنا بنعرف ايضا اللي هو منتدى شارك في كثير في فعاليات. نعم. شبابيه. احنا المؤسسات في القدس كلياتنا مؤسسات شبابيه، كان لنا بصمه في هذا الاسبوع. الاسبوع الماضي تفاصيله
يعني بديش انقل تفاصيله بالكامل، ولكن كانت هي التجربه الاولى. هو الفكره انه لا شك انه الشباب هم اللي بيشتغلوا على الارض وهم اللي بيقوموا بتنفيذ هذه الفعاليات، ولكن انا بتحدث عن الاساس، تصميم الحدث ووضع خرائط لتنفيذه. يعني اكيد في لهم دور الشباب، ولكن احنا دائما بنطالب وبنقول الشباب بدنا اياه يكون له دور اكبر. نعم، خلونا نقحم الشباب هم ياخذوا القرارات، وكمان خلونا نقحم الشباب هم يسووا هاي المقابلات. مش نعم. انا شغله كنت اقولها، مش ضروري يطلع منتصر يحكي المقابله، لا، بدنا المره الجايه نطلع شاب من الشباب اللي اشتغلوا هو يحكي ايش اشتغلوا عمل. منتصر بس انت شاب لساتك يعني. يعني شاب اوكي، ولكن احنا بدنا اياهم هم اللي بينزلوا وبيتعبوا وبيشتغلوا في ايدهم، اياهم هم يطلعوا ويرووا قصتهم. نعم. وامبارح استوقفتني صبيه في المناسبه، قالت لي انا اطلع احكي على برنامج صباح الخير يا قدس. نعم. بدي احكي انه اشتغلنا وعملنا. كان لازم نجيبها معك اذا هيك. قلت لها انا بوعدك اوصل الرساله وانت تطلعي تحكي. نعم. كمان ايش اشتغلتي. طب اخيرا منتصر، ما الذي يجب ان يتم التركيز عليه في العام القادم، وما هي الفعاليات اللي لازم تكون اساس في هذا الاسبوع الوطني للشباب عشان يصير اكثر جماهيريه واكثر شعبيه من هذه السنه والدوره الماضيه كمان؟ يعني انا بدي اقول شغله واحده، احنا كشعب فلسطيني اللي بيجمعنا خطوط مشتركه، القدس هي اهم هاي الخطوط، والقدس هي جوهر هاي الخطوط وهي تاج القضيه الفلسطينيه. خلونا نركز على القدس بشكل اكبر، خلونا نحيي الفعاليات بالقدس، بليالي القدس، بنهار القدس، بتوحد اكبر من اجل القدس. هذه اول شغله. نعم. رساله نوصلها. والشيء الثاني، اكيد الشيء انت حكيتيه، لازم نقحم الشباب في دور التنظيم، وخلونا نعطي فرصه للشباب هم ينظموا كل شيء. نعم. نركن عليهم خلص، نعطيهم المسؤوليه، نعطيهم دورهم، نعطيهم دورهم، نقول لهم اليوم انتم الحدث كله عندكم، مش شرط يضلوا موظفين المجلس او موظفين المحافظه او موظفين المؤسسات اللي بتقاضوا راتب هم فقط يقوموا بتنظيم الفعاليات، خلي الجانب التطوعي يرجع يتفعل في دماء وعروق الشباب الفلسطيني والشباب المقدسي. نعم. كل يعني بشكل عام هذه رساله يعني سريعه بنتامل انها تحصل. وإشي كمان نشد عليه، خلونا نتوحد بالروح. نعم. وننسى التوحد بالروح بخليها اكثر شعبيه واكثر جماهيريه. نعم. كمان بنشوف الزخم بالفعاليات. اكيد خلونا نتوحد بالروح وننسى كل إشي بفرق. نعم. بيناتنا، ننسى اي إشي بحاول انه يقطع الجسور اللي بتوصلنا. اذا توحدنا بالروح بعمل الشباب رح ننسى كل الخلافات اللي بتقسمنا. نعم. ونشتغل بايد واحده، نتذكر كل قادتنا ونحيي. نعم. هذا اليوم لكل قادتنا، ونتذكر كل الناس اللي بنحبهم في فلسطين، ونكون كلياتنا ايد واحده من اجل القدس. يعطيكم العافيه منتصر دكادك، مدير عام جمعيه برج اللقلق المجتمعيه، يسعد صباحك، وايضا ناشط الشبابي وممثل الشباب في الاسبوع الوطني للشباب الفلسطيني. وبدي اوجه تحيه كمان للصبيه اللي كانت حابه تطلع ممثله تحكي عن الفعاليات اللي قاموا فيها في محافظه القدس. نعم. يسعد صباحك. صباح. ويعطيكم الف عافيه. شكرا لك، نتشكرك ونتشكر الجميع. هلا هلا. مشاهدينا سننتقل لفاصل قصير ومن ثم نتابع صباح الخير يا قدس. سجني خايف نحن لا